ماذا سوف يحدث بعد ذلك بعد انقضاء أربعينية الراحل الوزني؟ يعني هل هناك خطوات تصعيدية من قبل المتظاهرين على الرغم من التجديد على السلمية، لكن حالة الغضب واضحة من قبل المتظاهرين والناشطين؟ سيدي الفاضل، مشكلة الاغتيالات ومشكلة القتل ومشكلة الخطف ليست وليدة اليوم. منذ العام 2011 والمتظاهرين السلميين يتعرضون إلى عمليات اغتيال وعمليات خطف. نحن نتحدث عن مصير جلال الشحماني منذ عام 2015 وواعي المنصوري وانتهاءً بعلي جاسب وسجاد العراقي. هؤلاء مختطفون لليوم، أهالي الضحايا يعرفون من خطف أبنائهم، والحكومة تقف عاجزة أمام تلبية مطالبهم. أما عمليات الاغتيال فهي معروفة، يعني لم تنجح الحكومات المتعاقبة بكشف مصير واحد من عمليات الاغتيالات التي حدثت بالعراق منذ العام 2011 واليوم نحن في عام 2021. حبل الصبر مهما كان طويل لكن له نهاية. حذرنا دائما الحكومات المتعاقبة أن هذا التهاون في دماء المتظاهرين وفي دماء الناشطين لن يكون جيدا على هذا النظام بالأساس، ولن يكون جيدا على العراق. وإذا من فجرت الأمور لا سامح الله، فيمكن لأحد أن يستمع بعد اليوم إلى نداء السلمية وإلى نداء التهدئة، وستخرج الأمور عن السيطرة.